أن هذه باسات لولا فيها الموتور هذا. مولاتها مسكينة تشكي من المشكل كونها الكهرباء تشكتلها في ثنية، السيارة تشكتلها في ثنية، وساعات ما ديماريش، وساعات ما تحبش تخدم، وساعات الضوء يقص عليها مرة واحدة، ترسلها تنحي البطارية تمشي تركبها تعاود تشارجيها وتركبها، شريت بطارية جديدة ما فيش فايدة. حاولت مع كل ميكانيكية وكل كهربائي ايش يقول لها، كل ميكانيك كل كهربائي ايش يقول لها، صرفت فلوس مسكينة من غير عدد. جاتني وقالت لي بالله تعمل زي شوفها لي، قلت لها خليها تو ثبت فيها ونشوفها لك. انا غير امراه خذيت بخاطرها، خاطر انا ما نصلحش وما نشوف الحاجه هذه، غير امراه كبيره خذيت بخاطرها، قلت اي خلنا نشوفها لعل نجم نعاونها في حاجه. تو نشوفوا هذا خيط نتاع ماس نتاع سياره باسات، هذين نشوفوه خيط ماس. طب واللي يشوف الخيط هذا يلاحظ فيه حاجه؟ ما يلاحظ فيه حد شيء، خيط عادي ما فيه حد شيء، هاو شوف فيه يعني عادي ما فيه حد شيء. وهذا هو سبب المشكله هذه في السياره هذه الباسات. شو هو المشكله وين؟ الخيط هذا كل ما يتحرك من مكانه، يعني تتحرك السياره شويه تسكت تطفي السياره، يكبسوا فيه من هنا لبس عليه ما فيه شيء، يكبسوا فيه من هنا لبس عليه ما فيه شيء، كل ما تتحرك السيارة تسكت، تجي توقف في إشارة متاع مرور أو نقول إحنا في روج ما تسكت. مسكينة امرأة كبيرة تعذبت، كيف جتني قلت والله خلينا نعمل معها محاولة، أنا ما يسالش الواحد خلي يعني حتى على رحمة الوالدين، والواحد إذا كان فما حاجة نجم يشوفها، لأن أنا ما نصلحش بطبيعتي ما نصلحش، لكن كي شفتها امرأة كبيرة وحايرة قلت خلينا نعمل محاولة لعل نوصل للحل ولا حاجة. صدفة هي كي جبهت لي السيارة لهنا، مسكينة سكتت بها ما عادش حابة تخدم، وتحط هنا في التابلو ما تلقى شيء، تحط كونتاكت ما تلقى شيء، كأنها بطارية يعني ميتة أو بطارية مصلحش أو بطارية خربانة ولا حاجة. قعدت ان نتبع منه ومنه، جبت الكوابل باش نخدمها، خدمت، جبت الكوابل يعني من برا خدمت وقعدت تخدم، ورجعت زادت تخدم وتسكت كيما توا هكا، خدمها وسكتها عادي. شنو الحكايه يا زعما؟ تو قلت انا شنو هذه كل ما تتحرك السياره تسكت؟ قلت لابد فما حاجه، فما خيط ولا حاجه عنده علاقه بالموضوع. قعدت نتبع فيها، كيف قعدت نتبع فيها؟ قلت خلينا نثبت الخيوط نتاع البطارية وكذا. كي جيت نحلل في الكابل نتاع البطارية هذا نتاع الماس، شوف الشعم، شفتوا يعني الخيط هذايا كان شاد الدوب اللاش يعني تقريبا بسلك او اثنين، وقت السلك هذاك يخدم يولي ديماري، السلك هذاك ما يخدمش تولي ما هي ما تخدمش، يعني شفت العملية؟ هو هذا مخبي تحت هذا بالقطع هذا مخبي هيك ما يبانش. كيف تقويت عليها انا ناحيتهم من بعض لقيتها هو شاد يعني دوب اللاش هذا، سبب مشكله مسكينه للمراه وخلاها تعاني، ولا يعني عمليه يعني ما ينتبه لهاش الانسان يعني الا بعمليه خبره وعمليه كذا باش تنتبه لحاجه كثيره، كما صار ذاك السيد هذاك اللي وريته لكم انا في ال 406 ب 406 كيفاش 12 عام هو يعاني، وشطوا عليه باش يبدلوا له الكمبيوتر نتاع السياره والكارطه والدنيا كلها باش يخسروه. جاني هنا يعني لقيت له كابل ماس نتاعها ضعيف، بدلته له مشى لاباس. كابل ماس راه مهم ياسر، وبالاخص الكابل ماس اللي هو عنده علاقه بالكروسه بالهيكل نتاع السياره والمحرك، فما انواع تلقى طول يركب في المحرك الكابل ماس ومن بعد يرجع للكروسه، فما نوع يركب في الكروسه قبل وبعد يمشي للمحرك. هذا مكانه هنا ساعة ولا المفوري، هو كان هنا، كان في المكان هذا، المكان هذا ما عادش يكبس، ما عادش يربط، هذه حاجة. ولي جبنا كابل آخر ونقلناه في المكان هذا، باش ولت توا تخدم لابس عليها وما فيها حتى شيء. يعني مش تشوف ساعات عملية بسيطة قد يعني ما عندها حتى قيمة، تعمل مشكلة في محرك نتاع السيارة، وتوا تخدم ولابس عليها وما فيها حتى شيء.
خدم عاود خدم. نحي المفتاح وعاود حط. خدم. سلال شوية. عاود اكسلير يسيب. سكت. خاطر فيها اشكاليه كونه هو يعني ساعه تسكت كي نحو المفتاح من الكونتاكت وعاود ركبوه تعاود تخدم عادي. هاي خدم ترى خدم. معناتها هذه زمن بعد الديموسيت ونمسحوا لها الأخطاء القديمة ويثبت. المشكلة اللي كان فيها هي قبل كانت وقت تسكت ما عادش تلقى كهرباء جملة، لأن الكابل هذا كما وريتهولكم كان مسوس، كابل الماس كانت وقت تسكت ما عادش تلقى كهرباء جملة إلا ما يحطوا لها باتري أخرى باش تلقى. طبعا هو الكابل هذا مسؤول على الشارج، إذا كان تلقى الباتري ما تتشارجاش ما تعبيش، في نفس الوقت مسؤول على الديماراج وعلى الكهرباء نتاع السيارة الكل، الضوء والكليماتيزير والدنيا الكل. خدم عاود خدم. نحي المفتاح وعاود حط. خدم.